الدنيا من وراها النهارده في وشها. عايز اتكلم النهارده عن وجودك في مهرجان الفضائيات وقولي عليه. هو تكريم عن المداح وانا مبسوطه جدا بالتكريم ده لان انا مسلسل مداح من المسلسلات اللي بحبها جدا وغاليه على قلبي. يعني كان ليكي صوره اكيد اتسالت عليها كتير فكره العكاز والناس يعني عايز تطمن عليكي. انا كويسه وانا كنت برا مصر ووقعت واتجبست وفكت الجبس خلاص انا بقيت احسن. انت يعني كنت على عكاز بس حرصت ان انت تكوني موجوده في جنازه وكمان استاذ اشرف مصلحي ومحمد فؤاد. وقت اشرف كان لسه ما كنتش قادره اتحرك في جنازه اخو استاذ محمد فؤاد. عايز اعرف ايه جديدك الفتره الجايه بتحضريها؟ المداح الجزء الرابع ان شاء الله. مش قاعد بتقول اللي انت حامله عايزين نتاكد منه. والله لما يبقى في حاجه هتعرفه ان شاء الله. انا لابسه فلات عشان لسه فكت الجبس بس مش اكتر. شكرا ليك يا دكتور.